توني فضيت يا أخي. الشهرة صعبة، الشهرة صعبة، الشهرة معاناة. إيه دقي دقي دقي، خلنا نلعب بنزين بريك. حط رجلك على رجلي، يلا دقي. أنت حاط ماركة وراك، ثبت عدل، ارفع ارفع فوق. انت حاط بمخدة وراك، قرب 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 نفسي، قرب نفسي، تعال قرب قرب قرب، يلا قرب، يلا بنزين بريك. ها لا وخر، لا بس وقفت ورا ما حاط راسك، بس راح افوز عليك. لا تنسى رجلي الله يكسر، هذا ضرب، هذا ما هو ما هو اضغطك. خلى انت مكان دخل عليك، هلا والله سؤالك طيب. الصلاة يا عيال، الله يسعدك، الله يسعدك، الله يسعدك. شو اسمه؟ والله رقبتي رقبتي يا مسلم تكفى، خلاص خلاص، هذا لك لك، هذا لك لك، هذا لك لك. لا وين؟ لا يلا ننام، لا لا واش، لا واش، لا واش، يلا الحلو نام. الصلاة الصلاة يا خبر، الصلاة. شو قلت انا؟ الصلاة. وين رايح؟ تعال 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 بيك، تعال تعال يا. يعني لازم اجي انا شنبه، لازم. والله والله لو انه يلحقني والله اشيله، ما انا نفسك انا. يا رجال. تعال تعال. لازم يعني يضحي عشان شنبه. القلب عي يطيع الشور، قلب الهوا وش اسوي به؟ مجبور في صاحبي مجبور، دائم يوم تراعي له، اضحك وانا خاطري مكسور كلينجا. اخ الله يعد لي ما ادري على خير، بس ما ادري ايش اللي صاير، اللي في الملزم ايش يسمونه هذي، وصداع زكمه وبلعيم وقله نوم وتصوير شكوى الله. يعني انا طلعت من فقره السادة سيدي حارج، رحت اصور تعال العبك طيارة، فاضي انت مسكة معك العال، تعال العبك طيارة، تعال مسكة معك العال. انت وجهك يا زينك يا ضايع، يا زينك انت وجهك. متى يخلص برنامج؟ بس ودي اعطيك بلوك يا ولد. انت مريض، انت ايش تعال، ايش تعال تعطنا يعني؟ دقيقة بالعقل، عمره 20 سنة. ايه 20 سنة ما اعرف ضاحي، عرفت ضاحي يعني خلال 5-8 يوم، تبي يعني يصير معك كحيل وخوي لين جامل؟ يعني انا ما عندي خويا طول عمري 20 سنة، يعني جيت انت بشريت مثل خوي يا اخي الله، يعني بالعقل والله بالعقل. انا مالي اشرف اصلا، ليه اجاملك؟ انا مالي اشرف اني خويك اصلا، انا ما احبك، ما اتشرف اصلا، ما احبك، ما احبك، انت كريم. تدري ليه جاملك؟ والله عشان ابوك، عشان فهد بس، اما غيره والله اخرط. انت كريم يعني بالعقل، يعني انا 20 سنه ما اعرف ضاحي، ما ادري وين ضاحي، منو ضاحي؟ ايه يجي بيوم وليله ثمانين يوم بيصير خوي، وانا قال ان بخويك منهم. يعني انت خوي انت الحين؟ انت مسوي نفسك خوي؟
لا تمون بس والله متحمس اعطيك بلوك. لا تمون زياده بلوك بس بلوك كذا ترتاح عاد ما اعطي احد بلوك انا قبلك ان شاء الله. انا قلبي رهيف بلوك بعطيك مو بلوك بعطيك حرقوت اسال الله نشفيك ما فيك عاد لك يوم انت تعبان ما سويت كذا تعبان كذا ذلك هلو الخفيف ترى المس الحين تعال هات يدك شوف شفت اشتد من هنا شفت هنا اذبحك انا ما تشوفها من هنا شاد شوف من هنا امسك من هنا المس قوه شوي مو قوه شوي يا اخي شفت والله العظيم تحلمن انت ليه شو لا ما فيك شيء انا دارس طب حيوانات 5 سنين ما فيك شيء طب حيوانات ما فيك شيء تو كشفت عليك ما فيك شيء عشان متاثر من الحيوانات انت واجد اقول كشفت عليك تو ما فيك شيء اقول متاثر من الحيوانات انت يعني حيوان قاعد يقول لا 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 انت متاثر من الحيوان محشوم يا ابو شهيد محشوم بس نم زين وعيننا الله خير ود ما نمت يا ولد ما نمت ومزعجين فوق راسي ما نمت ابو هالراس بسوي دريبك فهد عشان يغولك غول يا المروح انا ما ادري ليه وصينا عليك فهد ما ادري ليه حلمت اني مهرب وقبل ما اسمع تدري ايش حسيت اليوم ولا ما تدري؟ والله العظيم انك جالس تسولف كنت مهرب اقول لك تدري ايش اقول لك؟ قلت احمد رحيم انا اي والله نجل. انا واحمد الحيم ايه ومعنا شباب من النسخه اللي قبلنا ايه؟ اللي اعرفهم ايه مهربين قلت ومعي حسين الواي اي فريدي اي ما خلت شيء ما قلته كل علومك انا اقول لك كنت انا وحسين الواي واحمد الحيم ها ايه بس وطمرنا من شلون رحنا بقاله لقينا اثنين احمد رجع اي تقول تعزيزه ما ادري وشو احمد تعزيزه وما ادري اي احمد يعزز ولقينا اثنين بالبقاله نشتري انا اشتري بقاله كيك هذيك اللي تجي كاكاو دوائر حلوه حبه وانا حسين والدي دخل بقاله جاء واحد صور قلت لا تصور درنا احنا دخل واحد شلون كان يصور معنا الشباب سكريبت مهربين واسمع منو دخل علينا؟ واحد نظيف الشياب مع مايك وشاب قال وش فيه مهرب لح وارجع ولا القى الشباب كلهم متسابقين عند الباب ابي متحاشى طبعا انا اسمع يوم انا طاحت من بقاله فجاه صرت بسوق ما ادري شلون حلم خايس والقى اللي بالنسخه اللي قبل اللي اعرفها من الاعلان والقاهم وسلم عليهم حبتين يقولون انا يوم رجعت يا منتجه دخلت ولا كلهم متبغين موجودين والقى مقدمين موجودين ينطروني وامشي بينه ما حد شافني تخيل يعني هم كذا انت واقف امشي قدامك ما حد شافني وقبل امس ما ادري امس حلمت ان انا دخلت من طلعت مع بالاداره جاي كذا انت طلعت فعلا ها انت قمت احلى ايه حطيت راسك عكس صدق والله نمت فراشي والله ما ادري جيت شو اسمه ولا القى ابو عيسى طالع من جنبه طالع لي يضحك من هو؟ محمد عيسى ايه قلت بس صاد جوالي الحين انه عندنا مهرب جوال تدري انك تسولف كذا وانت نايم اسمع والله العظيم نفس السوالف كذا يوم صار قدامي يطلع الجوال حقه يقول جوالك ها 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 ابو عيسى لا انا اخر برنامج ابو عيسى لا تخصم علي جوال مو جوالي بس ما ادري انه حاط صورتي من كذا ويروح الحمد لله رحمك الله لك هالصورة لقي والله انك ضحكت ضحك سوالفك انا ابي اموت من الضحك اسمع فطست ضحك اليما مت ليه يا ولد تسولف سوالف عندك قاعد مع عندك تسولف عليها كذا
اقول هذا سؤال مين سولف عليه؟ اقول لا كذا طقطق. لا 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 تسولف واقف انت كذا جالس كذا. لا 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 والله العظيم اليوم قلت احمد الرحيم تعزيز مدري شو وانت تقول كذا تنام تنام تقلب فراشك اخلصك شنو اللي تحط راسك فراش اخلصك من اللي بالحلم متسابقين كلهم بس اللي كانوا معي احمد الرحيم حسين وايلي عبد الله فريدي فهد فارق سيف مطيري هذه كانوا معي ايه كانوا معي حسين الله يسامحك يا حسين الله يسامحك هربت وحتى هو بالمناع انا ليش كم غرفتكم يمكن 40 يوم من سكرت 50 قبل 50 شو انا بغرفتكم من يمكن من طلع عزيز محمد تقريبا وانا بغرفتكم من شهرين يمكن حلم بحلم والله العظيم والله ما تهنى صليت لا انت حراك صليت لا انت حراك والله انت حراك تحر ابو هادي خصل ابو هادي حمود السلام عليكم السلام ورحمه الله ها مؤدبين